إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فهذا حديث عظيم أفزع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أفزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلا لأنه عظيم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا، فقال: لا إله إلا الله، وفي رواية قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فهذا يا عباد الله حديث عظيم أفزع النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظه من منامه لما رأى مما يوحى إليه. فهذا الحديث فيه فتنة المال وفتنة النساء، وهما الفتنتان اللتان تعرضان على هذه الأمة. ولذلك يا عباد الله، على المسلم أن يحذر من هاتين الفتنتين، وأن يستعد لهما بالصبر والمصابرة والمقابلة والمدافعة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ففتنة المال يا عباد الله هي فتنة هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم، وفتنة هذه الأمة في المال. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ماذا أنزل الله من الخزائن، دليل على هذه الفتنة التي ستفتن فيها الأمة، وذلك لأن الغنى من أعظم الفتن التي يبتلى بها الناس، وذلك لأن الأصل في الغنى أنه سبيل الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قد قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وماذا أنزل من الفتن، والمراد فتنة النساء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في هذا الحديث بالقيام والصلاة، ثم ذكر السبب: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
وفتنة النساء عظيمة يا عباد الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالأمر يا عباد الله أمر عظيم، ويكفي أنه أفزع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر من هاتين الفتنتين، فتنة المال وفتنة النساء. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فرب كاسية في الدنيا أي تلبس من الثياب ولكنها عارية يوم القيامة، أي عارية من الثواب وعارية من الأجر وعارية من الحسنات. فدل هذا يا عباد الله أن التبرج والسفور سبب لمحق البركات، وسبب لمحو الحسنات، وللقاء الله عز وجل من غير ثواب والعياذ بالله. رب كاسية في الدنيا قد تصرف الأموال الطائلة على ملابسها، ولكنها تصرف على نفسها قطعا من النار والعياذ بالله. فهذا تحذير شديد وتحذير عظيم للنساء خصوصا، وتحذير لأولياء أمورهم أن يتقوا الله سبحانه لأولياء أمورهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في من تحتهم من النساء، فإنهم مسؤولون عنهن يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن تأمل هذا الحديث يا عباد الله ورأى حال كثيرات في هذا الزمان من التبرج والسفور والخروج عن تعاليم الإسلام، عرف حجم الفتنة التي أفزعت النبي صلى الله عليه وسلم من منامه. فيا عباد الله اعلموا أن هاتين الفتنتين عظيمتان، يجب الحذر منهما والتحذير منهما والاستعداد لمواجهتهما ومدافعتهما بالصبر وبالعلم وبالمصابرة وبالدعاء وبالصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يدخل في الكساء الذي في الدنيا المذموم الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، كل لباس ضيق وكل لباس شفاف وكل لباس فتنة. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أهلنا، في زوجاتنا وفي أخواتنا وفي بناتنا. فإن كان الحب حقيقيا فإننا نخاف عليهم من عذاب الله يوم القيامة. فصفان من أهل النار لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يجدن الجنة ولا يجدن ريحها
وإن ريحها لمن مسيرة كذا وكذا. فالأمر يا عباد الله أمر عظيم، وقد تساهل فيه اليوم كثير من الناس تساهلا كثيرا عظيما. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مما يستفاد من هذا الحديث يا عباد الله أن المرء مسؤول عن أهله، فعليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدلهم على الخير وينهاهم عن الشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم من الفتن قام وأمر بإيقاظ أهله وأمرهم بالصلاة وحذرهم من هذه الفتن. وهذا هو الواجب على المرء في بيته وبين أهله ومن تحت ولايته، أن يكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر مربياً على الخير دالهم عليه محذرهم من الشر مبعدهم عنه. ومما يستفاد يا عباد الله من هذا الحديث أن من أعظم المثبتات عند حصول الفتن الدعاء والصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفتن في هذا الحديث أيقظ أهله وأمرهم بالصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين. فالصلاة يا عباد الله شأنها عند الله عظيم، والدعاء شأنه عند الله عظيم، والصلاة عظم شأنها بسبب كثرة الذكر والدعاء فيها، لأن الدعاء تذلل وافتقار، والله يحب من عبده أن يفتقر إليه ويظهر حاجته له سبحانه وتعالى. فالمسلم في وقت الفتن يكثر من الدعاء ويكثر من الصلاة، فإذا ادلهمت الخطوب وكثرت الفتن فعليك بكثرة السجود. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالصلاة الصلاة يا عباد الله هي المنجية وهي المثبتة، فحافظوا على الصلوات خصوصا الصلوات المفروضة، وأيضا يا عباد الله الصلاة المرادة في هذا الحديث وهي صلاة الليل. فإن صلاة الليل من أعظم ما يثبت الله بها القلوب ويبعد عن صاحبها الفتن. فالله الله في الصلوات المفروضات وفي النوافل وخصوصا صلاة الليل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى: ولا نعلم طاعة يدفع الله بها العذاب مثل الصلاة. فالصلاة يا عباد الله دافعة الفتن، مثبتة القلوب، مقربة إلى علام الغيوب. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وزقه البطانة الصالحة الناصعة التي تعينه على الخير وتدل عليه يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني وأنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث
ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا سقيا رحمة. اللهم غيثا هنيئا مريئا مجللا سحا نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وأغث بلادنا بالأمطار يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.